تعالوا بقى عشان نتعرف مع بعض على اخر الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وكل فرقه المختلفه. وزميلتنا العزيزه سالة حامد المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الفل عليكي، ويلا سمعينا بقى ايه اخر الاخبار والمستجدات، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، واكيد بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ويعني يا رب ان شاء الله اليوم النهارده يكون مليان بالسعاده والتفاؤل والخير على كل اللي بيتابعونا. وبالفعل انا حاليا هكون معاكم من مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخليني ابتدي باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. والنهارده ان شاء الله يعني زي ما كنا عارفين لاعبين النادي الاهلي عندهم مباراه ومواجهه مهمه جدا مع طلائع الجيش. ان شاء الله المباراه النهارده هتقام في تمام الساعه 9 مساء على استاد الجيش بالسويس، وطبعا المباراه دي هتكون في الجوله ال 32 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. كمان النهارده هيغيب عن المباراه نجم النادي الاهلي عمرو السوليه بعد حصوله على الانذار الثالث، طبعا الانذار الثالث اللي حصل عليه في مباراه ام بي الماضيه. فخلاص يعني بشكل رسمي عمرو السوليه هيغيب عن المباراه النهارده امام طلائع الجيش في السويس. ده بالنسبة لأخبار الفريق الأول لكرة القدم. خليني أنتقل وأروح لأخبار جميع الفرق الرياضية، وأبتدي بالفريق الأول لكرة اليد رجال تحت قيادة الكابتن طارق محروس. ويعني حاليا يعني الفرقة بالكامل والجهاز الفني متواجدين في مدينة الإسكندرية في معسكر مغلق عشان يعني يخوضوا بعض التجارب والمباريات الودية قبل المشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، واللي إن شاء الله هتقام في دولة المغرب يوم 24 من الشهر الجاري. فيعني حاليا الفريق يعني في الفتره دي بيخضع لبعض التجارب الوديه. امبارح يعني كان عندهم مباراه وديه مع نادي الاولمبي، وفاز النادي الاهلي على نادي الاولمبي بنتيجه 48-35. والنهارده ان شاء الله ايضا عندهم يعني مباراه وديه مع نادي البنك الاهلي، والمباراه دي هتقام على صاله الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. كمان خليني اقول لكم ان قرعه يعني بطوله افريقيا بطوله كاس الكؤوس الافريقيه اللي هتقام في المغرب، القرعه امبارح يعني تمت، والنادي الاهلي يعني هيتواجد على راس المجموعه الاولى ومعاه ثلاث فرق، فاب الكاميروني وريد ستار الايفواري وسكوتو ريما النيجيري. دي ثلاث فرق ان شاء الله اللي هتكون في مرحله المجموعات مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا ان شاء الله يعني اللي هتنطلق يوم 24. ده بالنسبه لكره اليد. خليني اتكلم شويه عن اخبار الفريق الاول لكره السله، وبعد يعني توليها لمنصب المدير الفني بشكل رسمي الاسباني اجوستي بوش. امبارح يعني قاد اول مران لفريق النادي الاهلي في حضور الكابتن احمد الجرحي المدرب العام والكابتن رامي الدياستي المدرب الفريق، واللي كانوا طبعا يعني بيتكلموا عن خطه العمل الجديده اللي هيحطوها ان شاء الله للاعبي النادي الاهلي عشان يستعدوا بشكل قوي للموسم الجديد. وامبارح يعني المران يعني حرص الجهاز الفني في المران على انه ينفذ بعض الخطط او الجوانب الفنيه ويعني والخططيه وكمان البدنيه للاعبي النادي الاهلي عشان يعني يستعدوا بشكل قوي للموسم الجديد. كمان يعني استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، خليني اتكلم شويه عن اخبار بعثه النادي الاهلي للتنس الطاوله، واللي امبارح اتجهت للاردن عشان تشارك في البطوله العربيه للانديه، ويترأس يعني طبعا على البعثه الكابتن رؤوف عبد القادر المدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. وخليني قبل ما اتكلم يعني عن مشوار يعني فرقه الرجال والسيدات للتنس الطاوله في النادي الاهلي البطولة، خليني أقول لكم إن النادي الأهلي ضم للبعثة سيد لاشين في فرقة الرجال ومحمد البيلي، عمر عصر، خالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان. ده بالنسبة للرجال. بالنسبة للسيدات نادين الدلواتلي، مروة ومريم الهضيبي، سارة عبد العزيز، هنا جودة، وإلى زبياتا سمارة. يعني دول لاعبات يعني النادي الأهلي اللي موجودين في البعثة اللي إن شاء الله هيشاركوا في بطولة العربية. وكمان النهاردة إن شاء الله يعني هيكون افتتاح البطولة، والنادي الأهلي هيفتتح مبارياته النهارده ان شاء الله. يعني بالنسبه للرجال هيواجهوا النهارده فريق بشماركه العراقي، والسيدات عندهم النهارده مباريتين، يعني اول مباراه هتكون مع الارثوذكسي نادي ارثوذكسي الاردني ونادي غاز الجنوب العراقي، ودي يعني هتكون المباريتين النهارده لسيدات التنس الطاوله في يعني اولى مبارياتهم في بطوله العربيه للانديه. يمكن دي انا هواند ويا كريم كانت يعني كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه وكمان بعثه النادي الاهلي للتنس الطاوله اللي اتجهت امبارح للاردن. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كريم، تفضل. Thank you.
زي الفل كالعادة. جزيل الشكر زميلتنا العزيزة سالة حامد، ولسه مكملين مع حضراتكم سلسلة تغطية.